سوسن منورانا في مهرجان دبي السينمائي الدولي. تحب تقول لنا ايه للدوره ال 12؟ اولا اشكر وجودكم قناه زي افلام وانت منوره الدنيا طبعا حبيبتي. ثانك يو سو ماتش. انت احلى. اقول لهم شكرا للابداع الذي تقدمونه كل عام. شكرا مهرجان دبي السينمائي لجمع هذه الكوكبه من مختلف انحاء العالم من شرقها وغربها لنستمتع ونكون في هذا الاحتفال والعرس الكبير للسينما تحت مظلتكم. وانا جدا سعيده ومبسوطه وفخوره جدا بان يكون في كوادر اماراتيه وافلام اماراتيه موجودة بكثرة هذه النسخة من المهرجان. حبيبتي فين المصري راح يا سوسن؟ مصري فين؟ المصري موجود بس المصري احنا مولودين وعايشين في الإمارات. طب رسالة يعني للمتابعين اللي هيشوفوا الانترفيو على قناة زي أفلام. أوكي، أول شيء أنا من عشاقها، بعشاق البوليوديين والسينما الهندية. نماستي. تابعوا قناة زي أفلام دائما وأبدا، القناة رقم واحد في السينما الهندية. شكرية سوسن سعد. Thank you, حبيبتي.